دلوقتي دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية. برحب بحضرتك يا فندم، مساء الخير. اهلا بسيادتك يا فندم، مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. ايه يا فندم الحكاية، درجة الحرارة هترجع تاني يعني شديدة البرودة زي ما واجهناها يعني من يومين فاتوا كده؟ لا لا طبعا، لا لا يعني مش نفس الدرجة حضرتك، يعني هو شتاء عادي جدا، يعني احنا ما ننساش ان احنا في شهر يناير اللي بيعتبر أبرد شهور السنة تقريبا خلال فصل الشتاء على مصر، شيء طبيعي ان احنا نقول ان الجو بارد خلال ساعات النهار وشديد البرودة اثناء بس الليل. الموجة اللي جاية دي هتبرد شوية، يعني احنا بقالنا بره يومين. سن لكن حضرتك مش زي الموجه اللي فاتت، الموجه اللي فاتت درجه الحراره وصلت في القاهره والوجه البحري حوالي 9 درجات تقريبا، لكن ان شاء الله المره دي مش هتقل عن 14 15 درجه، طيب وبعدين تمام. في كميات امطار يعني على الوجه البحري والقاهره بتبقى متوسطه شويه، يمكن تكون غزيره شويه على سواحلنا الشماليه المطله على البحر المتوسط زي السلوم، اسكندريه، مطروح، وايضا محافظات شمال ووسط سيناء. نعم طبعا احنا عارفين ان منطقه سيناء دي ليها طبيعه جغرافيه خاصه، فمع سقوط الامطار ممكن تتحول لظاهره السيول يعني، لكن باقي المناطق الداخليه الحمد لله ما فيش حاجه حضرتك سوى شويه طيب امطار وهواء يعني كده. طيب يا فندم، يعني من اعتبارا ان شاء الله من بكره هيبقى من درجات بكره الحراره اعلى شويه، او عفوا ابرد شويه، لا ابرد ابرد شويه. شويه يعني هتنزل درجتين ثلاثه يعني منطقه القاهره والوجه البحري طيب حوالي 15 درجه او هيبقى 12 في درجه سطوع للشمس ولا لا يا دكتور وحيد؟ لان ده هيبقى مهم جدا. حاجات خفيفه يعني مش قوي، هيبقى الطقس غائم طبعا، في سحب ده قلنا في فرصه مطر بيبقى الطقس غائم حضرتك. طيب الموجة دي هتستمر قد ايه؟ وهل في استمر توقعات للشهر. بقى بموجات متتالية يعني شكلها كده طول فترة يعني طول الفصل؟ طبعا طالما ان احنا في الشتاء حضرتك فاحنا عرضه لمثل هذه الموجات، وحتى لو كان هناك في موجات عنيفه فالحمد لله احنا يعني بنتنبأ بيها قبلها باربع خمس ايام وبنحذر كل الناس وقطاعات الدوله. نعم يعني ما نقلقش، لكن الحمد لله الفتره الجايه كويسه، بس يمكن من بكره زي ما اتفقنا لغايه يوم السبت، تمام. اعتبارا من يوم الاحد الجو جميل جدا على فكره حضرتك، والاسبوع الجاي هيبقى حلو قوي ان شاء الله. يعني دايما كل يوم حد بتنكسر الموجة، يعني احنا بقينا لا مش نتفائل قوي كده بيوم كل يوم الاحد. حد، هي حسب الخرايط يعني حسب نعم الخرايط اللي قدامنا يعني. طيب يا فندم، يعني عايزة حضرتك يعني هتوجه طبعا السادة المشاهدين يلتزموا بإيه ويبعدوا عن إيه في يعني الفترة دي؟ اهم حاجه البعد عن كافه الانشطه البحريه فوق المسطحات المائيه، القياده بهدوء على الطرق الصحراويه نظرا لنشاط الرياح اللي بتثير الرمال والاتربه، نعم، ومعها تنخفض الرؤيه. شركات السياحه والمواطنين اللي بيفكروا يسافروا لسينا يخلي بالهم بان مع سقوط الامطار في المنطقه بتاعت سينا ليها طبيعه جغرافيه خاصه، نعم، سقوط الامطار بيسبب بعض الشيء من الخطوره على هذه الطرق، فتبقى القياده بهدوء وتتقيل الملابس بقدر الامكان حضرتك. تمام يا فندم، على العموم بنشكرك شكرا جزيلا دكتور وحيد بالعفو يا سعودي. فندم، تحت امرك اشكرك تحت يا فندم، ميرسي يا فندم. دكتور وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية.